Hello everybody, we will continue our talk about aplastic anemia and about inherited and most common inherited type of aplastic anemia. We considered there is Fanconi anemia and the hyperkeratosis congenita and Shwachman Blackfan syndrome and Diamond Blackfan syndrome. All these are congenital anemia, لكن الموست كومون فيها هي الفانكوني انيميا. As I said, the most common types of inherited aplastic anemia هي الفانكوني انيميا associated with skeleton abnormalities. هنشوفها زي الابسنت رادياي والابسنت زم و skin hyperpigmentation also. It is autosomal recessive, so we know that it will be present in consanguinity in families. زواج الاقارب ممكن يجمع لنا التو ريسيسيف جين تو جيف اس ذا ديزيز. الجينيتك زي ما قلنا سم فيتشرز جينيتك فيتشرز ويتش هيلب اس في الدياجنوزيس اوف فانكوني انيميا. انه بيحصل لنا بتكون برون في كروموزوم البريكج السيلز الليمفوسايت فروم البيشنت ويز ابلاستيك ويز فانكوني ابلاستيك انيميا بيكونوا برون لانه يحصل لهم كروموزوم الدمج. فبنعمل انكيوبيت للبيشن لينفوسايت وسيرتين سبستانس ويتش انتركاليت ان ذا دي ان اي ذن وي دو كاريوتايب. بنلقى انه في كروموزوم البريكج او بريكج في الدي ان اي. فده واحد من التست اللي ممكن برضو اللي هو سايتوجينيتك تست تو كونفيرم الفانكوني انيميا تايب. طبعا ده بلس الجينيتك اناليسيس ل 5 proposed gene. في 5 proposed gene which responsible for development of Fanconi anemia. طيب it present بانسيتوبينيا وهي incidence انها to convert انها to progress تمشي تعمل لنا مايلو ديسبلاستيك سيندروم or acute myeloid leukemia. برضو الناس اللي زي ما قلنا بيكون عندهم increased risk of solid tumor او cancers في الليفر او في الاسوفاجس او اوروفرينجل او في الفالفولر اوف ذا فاجينا. طيب الكلينيكال فيتشرز اوف فانكوني انيميا عندنا كومون فايندينج زي ما قلنا عندنا ابنورماليتي في السكيليتون. بيكون عندنا لو بيرث ويت النيو بورن وين بورن بيكون عنده لو بيرث ويت. بيكون عنده شورت ستاتشر بيكون قصيري القامه من اطفال صغار بيكونوا بيكون عندهم مايكروكيفالي الراس بيكون شنو سمول هيد. بكون عندهم مايكرو فصالميا small eyes وبكون عندهم مايكروستوميا small mouth and skeleton abnormality particularly الزم والرادي اي. بكون عندهم مرات absent للزم او الابهام الكبير ده الابهام الزم and absent لل one of the bone of the arm اللي هم عندنا الارنا والريدس الريدس بكون absent بكون عنده only one bone في الارض. طيب برضو بكون عندهم انكريز سكين بيجمنتيشن دي كلها فيتشرز بتاعت فانكوني انيميا. شايفين باتشز اوف هايبو بيجمنتيشن اولسو اوكير ان بيسايد الهايبر بيجمنتيشن. بكون عندنا ابنورماليتي في الرينال اناتومي ايذا بكون عندنا حاجه اسمها هورس شو كيدني بكون في كونكتد بتوين التو كيدني تدينا هورس شو كيدني او وان كيدني لكن عندها الشيب بتاع الهورسيو. sometimes بتكون لوكيتد في البلفيس ما بتكون لوكيتد في الفلانكس زي النورمال بيرسون بتكون في الجوانب لا هنا بتكون في البلفيس. طيب uncommon associated ممكن يكون في mental retardation ممكن يكون في vascular malformation اللي هو vascular malformation تعرج او مشكله في تكوين الفاسكولر. يكون عندنا gross hormone deficiency برضو واحده من uncommon features. شايفين هنا عندنا absence of zump عندنا الفور فينجرز لكن الزم از ابسنت وممكن نلقى عنده ابسنت اوف الراديوس. شايفين هنا عندنا اريا اوف شنو هايبر بيجمنتيشن. شايفين هنا في اريا اوف شنو هايبر بيجمنتيشن في الابدومين ابدومينال سكين. ممكن برضو نلقى اريا اوف هايبو بيجمنتيشن بلس هايبر بيجمنتيشن. شايفين هنا في هايبر بيجمنتيشن وهنا تحت في هايبو بيجمنتيشن اول ذيس في الباك دي في الابر باك في هنا. بيكون عندهم ابسنس of الزم. شايفين هنا ابسن او الزم بكون عندهم small eye كويس بكون عندهم small head sometimes
دي كلها فيتشرز سكيلتون فيتشرز شورت ستاتشر، شايفين جروس ريتارديشن، شايفين الهايت بتاعه والطول بتاعه از ليس ذان النورمال. عندنا تاني تايبس اوف انهيريتد انيميا، لكن هو شنو؟ هو اونلي وان لاينج. زي ما قلنا الاي بلاستيك انيميا البون مورفولير كان بي تراي لاينج لايك الاي بلاستيك انيميا كانت اكويرد اور كونجنيتال اور كان بي وان لاينج مونو لاينج افكتين اول اونلي وان سيل لاين لايك هنا بيور سيل اي بلازيا. Purecell aplasia is characterized by selective decrease في الاسترويد بريكيرس in the bone marrow. The white cell and platelet are normal unaffected. طيب في منها acquired زي ما قلنا transient viral او bacterial infection ممكن يعمل لنا الحاجه دي، او ممكن patient with hemolytic anemia ممكن يحصل لنا صدر halt of erythrobiosis. الناس اللي بيكون عندهم chronic hemolytic anemia مرات لانه بيكون في excessive consumptions of erythrobiosis sometimes either viral بارفوفيروس او sometimes due to folic acid deficiency او sometimes due to other cause فجأة بيحصل لنا شنو؟ halt في especially erythroid series. Some patient with zymoma اللي هو tumor of the zymus a T cell mediate response against the bone marrow erythroblast or against the erythrobiotin as hormone. دي كلها sometimes lead to شنو؟ pure cell aplasia، لكن كلها شنو؟ زي ما قلنا acquired not hereditary. الكونجنتال هي الديمون بلاك فان سيندروم وكير في اليونج تشيلدرين ان از بروجريسيف، بتكون بروجريسيف وبروبابلي ديو تو انترنسيك فاكتور او انترنسيك ديفكت في الستيم سيل ويتش ريجوليت الكوميتمنت انه والله الستيم سيل دي تمشي تقبى ايريثرويد سيريز او تقبى جرانيولويد سيريز او تقبى لينفويد سيريز، فبيحصل ديفكت ان ات ويل نوت جو ان كوميتد to become erythroid. The internal defect genetic وبخلي انه يكون في pure red cell aplasia. طيب this end of this part of aplastic anemia and we'll talk about another type of anemia in the next section اللي هو شنو؟ renal failure anemia.